اللي بعده، لوسي شاكيرا تعلمت مني الرعشة. لا قلت الرقص مش الرعشة. وسعد دي بقى قلت الرقص مش الرعشة. طب الرقص؟ أيوة يا فندم. يعني أنت اللي علمت شاكيرا الرقص؟ كل اللي بيرقص شاكيرا تقريبا، أنا وبوبا وكلنا معلمينهم الرقص. كان الطبال بتاع شاكيرا بيجي ياخد مني الحزمة اللي هي بتشخلل دي، اللي هي بتهز هز هز، ويديني سدهات بديله حركات، وبعرفه الرعشة بتتعمل ازاي، تقسيمة الوسط بتتعمل ازاي، وبيروح يقول لي شاكيرا. يعني في حركات اخدتها منك؟ بياخد فيديوهات وبياخد سيديهاتي بتتفرج عليها. انتي لما لقيتيها بترقص وهي بتغني او هي بترقص، عرفتي ان دي حركاتك طبعا اللي انتي بعتيها؟ طبعا طبعا. طب بالمسطره كده ايه الحركات اللي خدتها منك؟ التقسيمه دي، اه الرعشه كلها دي حاجتي، شغلي. سامي يا جمال حركاتي اسمها يعني تشيلي الوش كده وتجيبي سامي يا جمال، تقولي دي سامي يا جمال. تشيلي الوش كده وتجيبي تحية كاريوك، تقولي دي تحية كاريوك. تشيلي الوش كده تقولي دي لوسي. كل حاجه حاجه من الست فيفي عبد. شقاوي فيفي عبد. انا بموت في فيفي عبد، بحبها كلنا. فوف ما بس دي مش حركات رأس. لا ما هو الرأس ما يبقاش متخشب كده بالعصاية. طبعا لا ما شفتش شاكيرا عملت عصاية. أيوة. لا لا. طب في حد غير شاكيرا علمتيه الرقص؟ قلتي انك علمتي غادة عبد الرازق. لا ما علمتهاش، انا وقفت معاها وقلت لها دي بتترقص كذا، هي بترقص بتعرف ترقص، بس عشان تبان ان هي رقاصة كان لازم اقول لها القواعد بتاعت الحته دي. طيب يعني علمتيها؟ يعني مش عايزه ابقى يعني المفروض تكوني علمتيها اصول الرقص. هي ما تزعلش لانه غدا فنانه مش رقاصه، فلما انت تعلميها مش عيب. ايوه هي المفروض ما تزعلش. ايوه بس لما اجي اعمل رقصه منك او انت بتقولي انك علمتيها الرقص، لان هي فنانه مش يعني بتمثل مش بتقول. اجي اعمل دور راقصه اه لازم اكون بعرف ارقص زي الاستاذه الكبيره نبيله عبيد. اه طبعا تقولي دي رقاصه بجد. يعني مش حد علمها. مين علمها بقى؟ هي بتعرف ترقص والاستاذ ابراهيم عاكف الله يرحمه. خطوات اللي بعد.